بلا مشاكل بلا ديرونج مع الدراري. خليها بعدا شوف ما تديرونجينيش انا. واش تشوف اشوف من اللي من تيسا الله يرضي عليك. حتى السكارة و والبارحة كانت مباراة تاريخية ودخلنا عاوتاني مرة أخرى للتاريخ كندوزو للدور الثاني أول مرة مع إطار وطني اللي هو والد الركراكي ويعني وهذا الدور الثاني بالنسبة لنا حنا اللي فرانينا هنا رائعنا لنا حنا بالنسبة لنا عندنا لاعبين كبار وعندنا مدرب عنده مثلا غير على البلاد وعنده الاكسبيريونس عنده لا غرينتا عنده لا موتيفاسيون يعني هادشي كامل كيعطي المنتخب الوطني قوه وعندنا السيد اللي هو السيد فوزي القجع اللي هو رئيس الجامعه الملك المغربي لكره القدم حتى هو اللي كيزيد يشجع ويدعم المنتخبات وان شاء الله ما راه هذه البدايه كيف كنقول ديما التروا ماتش اللي لعبنا حنايا بالنسبه لنا جا المدرب معطل وجا بعد المدرب بعد اللاعبين تاع الوطني معطلين التخوا ماتش خدينا ما كا بريباراسيون استعدادات للدوزيام تور حنا ان شاء الله نمشيو بعيد مازال نمشيو حتى ان شاء الله حتى المربع الذهبي لان لونتوراج اللي حنا فيه اللي فيه ليكيب ناسيونال لونتوراج فيه رجال ان شاء الله منذ القدم ديال السيد فوزي القجع شفنا انتفاضه كرويه في المغرب بالنسبه للانديه كتفوز بعصبة الابطال الوداد فريق نهضه بركان لبؤة الاطلس نادي فريق الجيش الملك حتى هما حرزوا على بطوله ديال عصبة الابطال شفنا فوتسال كره القدم داخل القاعه حتى هما داروا انتفاضه مع اطار وطني هشام دقيق فازوا بكاس العرب كاس افريقيا كاس القارات وهادشي كامل بالنسبه لنا راه غادي يزيدنا قوه وان شاء الله لكل زمان رجال وجا الزمان ديالنا في الشرق الكلمة ديالنا ان شاء الله. والد الركراكي كبير وعارف راسو واش كينتيق في راسو بزاف يعني حتى الاخر حتى الديغني شونس وتشد ليكيب ناسيونال وفيها مشاكل فيها بعض اللاعبين المغضوب عليهم وتصالح معاهم وجردهم ليكيب ناسيونال وعطاهم الثقة وكاين اللي فيهم اللي شجال وعطاو اضافه للمنتخب الوطني يعني بعد فاش كنتيقوا في راسنا وكتكون عندك الثقافه ديال الاعتراف ونتقبلوا بعضياتنا كنمشيو بعيد ومازال كاين الخير ان شاء الله منا لقدام. مباراة ديال اسبانيا تدوز كمرور الكرام بحال كرواتيا وبلجيكا ان شاء الله تكون ريمونتادا ويكون لا فيكتور ان شاء الله للمغاربه انا ما دويش معايا على اسبانيا دوي معايا كارت فينال مربع الذهبي للفينال عندنا لاعبين واعرين بزاف لاعبين كبار تيلعبوا في باريس سان جيرمان نعم وقتي كاملين لعاب لعبوا كل شيء عطا قال لي مخبي شي حاجه عنده جبدها البارح جبدوا جميع الاسلحه وفرحوا المغاربه وفرحوا العالم العربي فهمتي وكل شيء خرج للشارع المغاربه مغاربه العالم وكل شيء خرج للشارع.